أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أحوال شخصية. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وجاء ذكره في القرآن الكريم وليس عليه أي جدال. كتير جدا من الناس عندها معتقدات راسخة في دماغها، يعني عندي صداع مستمر، عندي اكتئاب، عندي أرق، عندي خمول، عندي كسل، عدم القدرة على مزاولة أي من الأعمال أو أي نشاط، عندي خوف ومش عارفة ايه المبرر، ملوش اي مبرر، عندي مشكلة عويصة وملهاش حل. اول حاجة بنقولها انت اكيد معمول لك سحر. وعشان نعرف اكتر ما هو اعراض السحر والحسد، خلينا نرحب بالشيخ فضيلة الشيخ حسن حجاب من علماء الازهر الشريف. اهلا بك فضيلة الشيخ. اهلا بك يا فندم. خلينا نبدأ مع بعض. في بعض من الناس عندهم اراء ان الحسد والسحر كان ايام الانبياء والصحابه فقط وحاليا مش موجود. فقبل ما نتكلم في اي حاجه، السحر موجود ولا مش موجود؟ اكيد موجود ان شاء الله، لان طالما ان ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل نص بان السحر انتفى بعد رساله النبي صلى الله عليه وسلم فهو باق، طالما انه لم ياتي يعني قول من الله سبحانه وتعالى أو حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم على رفعه أو انتفائه، فموجود زي جميع الأوبئة اللي موجودة في أجدادنا وما زلنا نتوارثها وفي ناس بتصاب بها إلى يومنا هذا. إزاي أشخص نفسي وأعرف إزاي إني أنا شخص مسحور؟ ما هي العلامات التي تدل على إني أنا شخص مسحور؟ أولاً يعني بغض سماع القرآن والصرع، يعني الإنسان المسحور لو هيسمع القرآن يحصل عنده صرع، يصرع. وبعدين يلاقي الإنسان المسحور يلاقي نفسه أنه دايما يعني مكتئب، يعني صدره ضيق، ضيق في الصدر، حزن شديد بدون أي مبرر. ممكن يلاقي نفسه أنه ينفعل أو يغضب على أقل على أتفه الأسباب. وطبعا زي ما هو مشهور إن السحر جاء، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم في بالنسبة لآل فرعون أو لسحرة فرعون. ولكن النص اللي جاء في القرآن فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالذي ورد في القرآن صراحة هو سحر التفرقة بين المرء وبين زوجه، وده شيء يعني معروف ان الانسان يلاقي نفسه يعني بيتخلق ما يبلعش كلمه للست بتاعته او العكس، او الزوجه لا تبلع. طيب هو النوع من السحر هو نوع ده فقط؟ نعم. يعني مثلا ما فيش حد ممكن فاعل سحر يعمل لحد لرزقه لعدم خلفه كده؟ لا، هو حد عدم الخلفه دي ربنا سبحانه وتعالى اذا قدر ان الانسان ياتي للحياه عدم الزواج وياتي للوجود هياتي للوجود. فمين اللي يقدر يمنع ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي الانسان يوجد؟ ربنا هو اللي اوجدنا. فاذا الله سبحانه وتعالى اراد ان الانسان يوجد في هذه الحياه سيوجد، ما فيش حد يعرف يمنعه. ولكن قولي ان ممكن يكون اسباب زي ايه مثلا؟ زي الامراض اللي هي امراض النساء الكثيره اللي هي النزيف المستمر. كي دي من أعراض السحر؟ طبعا، كي يعيفها زوجها ولا يقربها ولا يشتهيها، فببعده عنها أو أنه يشوفها بمنظر قبيح، وده في بعده عنها طبعا ده هيأخر الإنجاب. هذه سبب. ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا ما كتب أن الإنسان يعني هيأتي إلى هذه الحياة فسوف يأتي. طب هو إيه الفرق بين الحسد وبين السحر؟ يعني ممكن يكون نفس الأسباب دي عند حد محسود بس لا مصحوب. الحسد يكون فيه فرق، زي ما في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يبان فيه صفره في الوجه، يحصل فيه اصفرار في الوجه. ثاني يعني حاجه بكاء. نعم، المحسود يحصل عنده صفره في وجهه، وبعدين يحصل عنده ممكن بكاء دائم او مش بكاء، يعني دموع تسيل دون سبب. ممكن بعض الكدمات تظهر في بدن المحسود دون سبب برضه. وبعدين كثرة يعني تثاؤب بطريقة يعني ملفتة، تثاؤب كتير جدا بطريقة ملفتة. طبعا احنا طبعا داخلين على شهر رمضان، فهل يسري السحر في شهر رمضان؟ هل يجوز؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت المردة والشياطين. هناك قولان أن تصفيد الشياطين والمردة على القول الظاهر، يعني هم فعلا مصفدين، وهناك قول آخر أنه بكثرة إقبال الناس على الطاعة والناس مش عايزة تضيع هذا الشهر الفضيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. هذه نفحة من نفحات الفريضة بسبعين فريضة وفيما سواه بالنسبة لرمضان، والنافلة بفريضة فيما سواه. فعشان كده الناس زي إيه يعني، الناس من حرص الناس على الاستقامة في رمضان لم تجد الشياطين منفذ ان هي تخش للناس، فصفدت تصفيد معنوي. زي الكلمة اللي قالت ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى الآية اللي بتقول على المسجد الحرام: ومن دخله كان آمنا. يقول لك ده كان في تفجير حصل سنة كذا في الكعبة، فيقول لك لا، هو بيقول من دخل المسجد الحرام يعني أمنوه، يا من أنتم قائمين، يا مسلمين، يا من أنتم يعني بلغتكم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، من دخل هذا المسجد أمنوه. لكن في واحد ممكن يخالف، أنت هتلاقي في رمضان في ناس هتبقى مفترة، ناس بتعصي الله سبحانه وتعالى، ناس كذا، فهيبدأ الشيطان معاه حتى نفسه. طيب ناخد التليفون. أي محمود، ألو. أيوة أنا معك. أي فندم، أهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك. ايوه سؤال حضرتك. اوكي انقطع الاتصال. اتفضل اتفضل حضرتك كمل. فهو زي ما قلت لحضرتك كده، بالنسبه لرمضان يعني الناس من كثره اقبالها على الطاعات وعزوفها عن المعاصي أصبح الشيطان مكبلا، فهذا تكبيل معنوي. يا لا يجوز. يعني هو التكبيل معنوي. طب لو فعل السحر عامل السحر قبل رمضان، فترة رمضان وبعد رمضان هو ياسر السحر كما أن السحر معصية من المعاصي، والمعاصي موجودة في رمضان، في رمضان الناس المفطرين، في رمضان الناس العاصين الله سبحانه وتعالى، في الذي يعق والديه، في الذي يخاصم، في الذي يشاحن، في كذا. فهو السحر موجود في رمضان وفي غير رمضان. معنا مداخلة. عادل، الو. ايوه لو سمحت، كنت عايز اسال سؤال لو سمحتي. اتفضل. اتفضل يا فندم. بالنسبة للسحر يعني كان في رؤية كده شافتها المدام، هي واحدة واقفة على الباب ولابسة اسود كده، وبعد كده حاولت تشغل قرآن وعملت صوت عالي جوه وشديد، وصحت الصبح لقيت رقبتها مخربشة وفيها حرف من اول اسم تي من حرف اسمه وحرف ثاني يعني. وفي سؤال ثاني معلش يعني للشيخ يعني. تفضل. كان في واحد يعني هو مصالحينه لي بتاع 40 سنه ما طلعش من البيت، وكنا نحن رايحين له في زياره، ف قلت له انا قدمت كده في الازهر وبقيت مدرس، والثاني قال له انا بقيت مدرس. الصوت بعد يا استاذ عادل جوي. مش في الازهر يا استاذ عادل. انت انا شايفك امام جامع حضرتك، بس الصوت حضرتك مش واضح، ممكن تعيد الجزء الاخير. السؤال الثاني، رحنا لواحد من الصالحين يعني. نعم. شيخ من الصالحين. قعدنا عنده فقال ده مدرس، والثاني كان هو كان مدرس وكل حاجه، قال له لا انا شايفك بتخطب على المنبر وهتبقى امام جامع. وبعد فتره صح ساب الازهر ومسك في امام الجامعه. هل هو ده ساحر او هو معاشر ولا دي كرامه للشيخ؟ يعني تقصد انه تكهن بالغيب او تنبأ بشيء سوف يحدث في الغيب. طيب برضه قال لي انت هتاخد مشوار الجيش، هتاخد معاطاه. طيب هيحصل معاك كذا. ارد على حضرتك. مش بارك الله فيك يا شيخ. ما شكرا يا فندم. شكرا لك استاذ عادل، هنجاوبك حالا. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، عن الجن: وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. كان الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسترق السمع من السماء، فيعرف أخبار
الغيب، عشان كده ما في يعني الكهانة والعرافة. الكهانة هي ان الانسان يتكهن بشيء هيحدث، والعرافة ان الانسان يقول شيء مضى وحدث. اللي باقي ليومنا هذا الشيء اللي نقول عليه ان هو مضى وحدث، لان ده واحد هيجيب جن يعني مخاوية ومصاحبه ويقول له حصل كذا كذا كذا، هيعرفها، هيسأل، لان الجن زينا بالضبط. ولكن الكهانة القدام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. كان في قصة لهند بنت عتبة اللي هي زوجة أبي سفيان، أن زوجها رماها بالزنا، فهنا كانت هي من يعني من يعني سادة قريش، وكان أبوها لو عتبة من سادة قريش، فقال لها كان ذلك كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة فأبوها قال لها لو كان يعني أنت فعلت ذلك قولي لي، وإحنا نخلي زوجك اللي داير بيتكلم دوا نشي عليه حد يعني يقتله ونرتاح من كلامه، وإذا كنت ما فعلتيش إحنا نروح نحتكم إلى كاهن موجود في اليمن. تمام. فالمهم إن هي قالت له أنا ما حصلش مني ولم أزني، فاحتكموا إلى هذا الكاهن الموجود في اليمن اللي هو للمستقبل، اللي هو هو هيعرف الغيب، هيتكلم في شيء إن هي ما زنتش في حاجة، وإن هي يحصل حاجة، وده هيحكي مع كلمتين تاني في الماضي والمستقبل. الماضي والمستقبل. فوصلوا الى للراجل، فقبل ما يصلوا لهذا الكاهن نرد على تليفون. اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك معاكي محمود ابو مغيث، هو عارف. اهلا بحضرتك يا فندم، سؤال حضرتك. انا عايز بس اكلم الشيخ بس. اتفضل. في حاجه بس انا عايز اكلم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمد مغيث، اهلا بحضرتك. من البلد عندك ابو الطويل. يا اهلا بيك، يا اهلا بيك يا محمود. اتفضل اتفضل. الله يخليك، انت منورنا والله على الشاشه يا عم الشيخ، واحنا قاعدين مستنيينك من ساعه ما انت نزلت البوست امبارح. الله يسعدك في الدارين يا رب ابو حنفي، الله يخليك. ربنا يكثر من امثالك وانت راس المصارف. الله يسعدك. شرفنا ان احنا نشوفك على الشاشه يا عم الشيخ. بارك الله فيك، الله يخليك يا رب، الله يسعدك. الله يخليك، وربنا يخلينا ليك كده، انت بتعمل حاجات خير كتير والله، وانت راجل مصارف. الحمد لله، الله يبارك في عمرك يا رب، الله يبارك في عمرك. ماشي يا عم الشيخ. شكرا شكرا, شكرا. الله يبارك في عمرك. شكرا لك يا فندم. فقبل أن تصل هند بنت عتبة إلى هذا الكاهن، ظهر عليها علامات الاضطراب، وشها كده إيه يعني تبرجلت. فأبوها قال لها إيه يعني شفت عليك علامات اضطراب الموضوع؟ قلت له أنا خايفة لحسن يكون هذا الكاهن يعني مش واثق من نفسه وما يعرفش وداخل في الموضوع ده كده يعني. قال له ودي ما فاتتنيش، ده هيحكم في شيء في شرف. أنا خبأت له إيه؟ خبية. إذا اكتشفها في الأول نرضى بتحكيمه، ما اكتشفهاش مش هننفع نرجع خلاص. فلما وصلوا له فقال له لقد خبأت لك خبية. قال له حبة شعير في لحى بعير، أو قال حبة بر في إحليل مهر، فعرفها اللي مخبها له. فمشى، كان معهم نساء كتير من قريش، فمشى هذا الكاهن وراح يمسح على أكتاف أو على رؤوس النساء حتى وصل إلى هند بنت عتبة وقال هند يا بنت عتبة لا زانية ولا باغية، وستلدين ملكا اسمه معاوية. يبقى عرف الكلام اللي حصل إنها ما زنتش، وفي نفس الوقت إن هو اتكلم عن شيء هيحدث. قال لها هي، فطبعا زوجها اللي كان غيور جدا راح يحتضنها ويقول لها تعني اتبسط إنها ما زنتش وهتولد له ملك. فقالت لك عني لقد عيرتني وشهرت بي، فوالله لا حرصن على أن يكون هذا الملك من غيرك. وبعدين تتجوز سيدنا أبو سفيان وتنجب سيدنا معاوية ابن أبي سفيان بالفعل. وده معناه إن ده كان حضرتك كان قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع خبر السماء عن الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى سلط اللي قال وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا قبل البعثة نقعد منها مقاعد للسمع
فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وبناء عليه وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ناخذ مداخلة. أيوة عبير. ألو صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اولا الحمد لله على سلامتك، انا فرحانه جدا لما شفت الاعلان على الصفحه بتاعتك امبارح انك رجعتي. الله يسلمك. انا بحبك قوي جدا جدا جدا، ربنا يا رب يوفقك انت مجتهده وانا بحبك قوي. ربنا يخليك. ممكن ادخل مباشره على اذنك؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي. صباح الخير. صباح النور يا فندم. انا عايز اعرف اني انا عايز اعرف زي ان انا محسوده واعراض الحسد ايه، دي حاجه. الحاجه الثانيه كان في حد قال لو في حد محسود وعارف الشخص اللي هو حاسده دوت، ممكن الشخص اللي هو الحاسد المحسود يتوضا والشخص المحسود يعني يتوضا بالوضوء بتاعه، فهل الكلام ده صح ولا غلط؟ نعم. لو الكلام ده غلط ممكن اعمل ايه؟ لا 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 لا، هذا الكلام صحيح وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا ما عرف العائن اللي هو الحاسد يغسل ثوبه أو يتوضأ ويأخذ من هذا الماء ويمسح به المحسود يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا حديث صحيح. طب هو في حاجة تانية أصلا؟ طبعا لو في حد أنا عارفاه حسيت مش هقدر أقول له، ممكن أخذ وضوءك أتوضأ بيه؟ فطبعا دي صعبة تحصل. في حاجة تانية هو تعرف؟ هو طبعا أول شيء يحصن الإنسان من السحر ومن العين هو طبعا قراءة القرآن والحفاظ على الأذكار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني ما قالش ذكرا اذكروا الله خلاص، واذكروا الله ذكرا كثيرا. حسنات الذكر حسنات يعني كثيرة بدون جهد وبدون مشقة. تاني حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم ولا سحر في يومه، فقالوا إن السم هو سم العين أي الحسد. شكرا لك. شكرا شكرا على مكالمتك عبير. طيب في أقوال غير طبعا الأستاذة قالته، في كمان أقوال بتقول إن زيت الزيتون نعم وماء زمزم بتبطل السحر، ما علاقة زيت الزيتون وماء زمزم بتبطل السحر؟ هناك يعني أعشاب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هو قال زيت الزيتون، قال هو من شجرة مباركة فكلوا منها وادهنوا يعني في خير، وتكلم صلى الله عليه وسلم عن القسط الهندي وعن الحبة السوداء يعني ليس وعن ورق السدر اللي هو ورق النبق تكلم عنه كل هذا يعني. لكن احنا نقدر نجي ناخد في المجمل سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. طيب وقال صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاثة أيام. في ناس بتشغلها ثلاث ما احنا عايزين نقول ان القرآن لما قرأ له يعني القرآن انا شغل انا خليني انا رجل مسجل القرآن لإذاعتي من الإذاعات او لقناتي من القنوات، سجلت ربما سجلته للشهرة او ربما سجلته للعائد المادي او ربما سجلته لله، لكن انا هقرأ القرآن بنفسي بنية ان ابرأ من هذه العين او من هذا السحر يعني بالضبط، يعني عايز بالموضوع مباشر ومن الانسان الراقي نفسه يعني الانسان هو اللي يقرأ بالضبط بالضبط. طيب معنا احمد. الو الو ايوه 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 كيف حالك معاكم؟ اتفضل كلم الشيخ لو سمحت. اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا ساعات أحس بوخم كده وببقى مش عايز أروح الشغل وأعراض كده يعني جسمي كده تقيل وصداع يعني وجع في ظهري وجع في رجلي كده يعني. نعم نعم وجع في أسفل الظهر في الفقرات في الفقرات القطنية. نعم نعم. والله ينعم عليك يا شيخنا. تفضل تفضل تفضل. يعني ويبقى عندك مالكش نفس انك انت يعني تشتغل بالظبط. والله يعني واقوم من النوم كده يبقى جسمي تقيل كده ما اعرفش. انصحك اولا يعني ايه بالحفاظ أيوة. بالحفاظ على الاذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان وانت تخرج من بيتك تخرج بقدمك اليسرى وتقول ايوه بسم الله توكلت على الله. بسم الله توكلت على الله.
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال يقال له كفيت وحميت وتنحى عنه الشيطان. شكرا لك أستاذ أحمد. طيب عايزين كمان نعرف ما هي الآيات اللي تبطل آيات القرآن تبطل السحر. الآيات التي تبطل السحر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسم الله الرحمن الرحيم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وطبعا الأدعية المعروفة اللي هي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة، ليها عدد معين ومن كل شيطان وهامة. نعم ليها، أنا ليها عدد ما هي أقل بتقول بعدد معين. ثلاثة ثلاثة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت اللي في أقوال بتقول 70 مرة. لا 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 لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، ولكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أكبر حاجة في الأعداد اللي هي عدد سبحان الله وبحمدي 100 مرة. أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد. عايزين حضرتك أدعية لتحسين للحسد واللين بس في عجالة. نعم. وتحسين للرفع الوباء. نعم. في ظل الأزمة اللي احنا بنمر. نعم. بيها يا أقل من نص دقيقة. طيب تمام. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وأحزاننا ورفع البلاء عنا، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لك فضيلة الشيخ المعلومات. شكرا لك. وكده تكون خلصت حلقتنا، انتظروني في حلقة قادمة من برنامج أحوال شخصية، وإلى اللقاء.